على فكرة يا دكتور عادل، الإنكار دلوقتي مش هيفيدك خالص. آثار الدم اللي لقيناها في مكتبك وفي عربيتك ونقطة الدم اللي كانت موجودة على السجادة طلعت مطابقة للبصمة الوراثية للمجني عليها، ودي كلها قرائن ضدك وبتشير بالاتهام ليك. موكلي مصر على أقوالي وفؤاد بيه، وما عندوش جديد يقوله لسيادتك. كده يا دكتور أنا مضطر أوجه لحضرتك اتهام رسمي بقتل المجني عليها لبنى، وأحول أوراق القضية كلها للمحكمة. ما قتلتهاش والله العظيم ما قتلتها، أنا لما وصلت المكتب كانت ميتة فعلا وسايحة في دمها. فؤاد بيه، ممكن أختلي بموكلي دقايق؟ مفيش داعي يا أستاذ، دكتور عادل هيقول لنا على كل حاجة وبالتفاصيل كمان، مش كده ولا يا دكتور؟ ووصلت المكتب امتى بقى دكتور عادل؟ تقريبا كانت الساعة 10. طب وكنت فين من ساعة ما سبت شركتك لحد ما وصلت المكتب؟ ها؟ كنت فين من ساعة ما سبت شركتك لحد ما وصلت المكتب يا دكتور عادل؟ كنت في بيتي. لوحدك؟ ها؟ لوحدك يا دكتور عادل؟ كنت مع عبير السكرتيرة بتاعتي. أيوة يا فؤاد بيه، أنا طلعت دلوقتي على التقرير اللي خرج من المعمل الطبي. تحاليل عادل البنهاوي مش مطابقة لتحاليل النسيجين اللي لقناهم على الجثة.
عموما يا دكتوره انا جددت حبسه 15 يوم على ذمه القضيه، وهنتحرك كمان عن اعترافه بانه نقل الجثه. ايوه بس لازم توريني اول باول باي حاجه تظهر جديده عندك. اوكي يا دكتور. لا متشكر جدا، مع السلامه. شفت يا سيدي، النسيجين اللي لقوهم في ضوافر المجني عليها مالهمش علاقه خالص بعادل البنهام. وبعدين بقى في القضيه دي، ما هو لو كان واحد طلع منهم بتاع عدل كان بقى مؤكد بقى هو القاتل، لانه لو كان لقاها ميته زي ما ادعى مش معقول تكون خربشته وهو بينقلها. صح. وعشان كده انا عايزك تعمل تحريات عن طبيعه العلاقه اللي بين عادل البنهاوي والسكرتيره بتاعته اللي اسمها عبير. جايز قوي انها تكون كانت موجوده معاه في البيت في الوقت ده، مش زي ما انكرت. الحقيقه المعلومات المبدئيه اللي عندي بتاكد ان كان في علاقه بينهم. وطبيعي انها تنكر عشان تحافظ على سمعتها. انا هحاول اتاكد اذا كانت هي فعلا كانت عنده في البيت في الوقت ده ولا لا، وان كان ده صعب. انت زعلان مني ليه؟ هو انا اللي حبست ابوك ولا انا اللي قلت له يروح يعترف على نفسه ان هو نقل الجثه؟ عشان باين قوي انك مبسوطه انك طلعتي صح، وطلع هو اللي غلط، الراجل الفاسد اللي مرمي في السجن عشان خاطر جريمه قتل، ويا عالم هيخرج منها امتى؟ واتحرق بقى انا وابويا. انا عايزاك تتحرق؟ انا عايزاك تتحرق؟ انا عرفت معلومه قلت اقولها لك بدل ما تقراها في جورنال ولا حد يقولها لك وتتضايق. على فكره اللي انت بتقوليه ده اكبر دليل ان هو بريء. انت مش بتقولي ان هو نقل الجثه يعني كان خايف على نفسه، يعني ابويا مش شرير قوي زي ما انت بتقولي، وزي ما طول عمرك بتحاولي تبينيلي. انا بحاول ابين لك ان ابوك شرير طول الوقت. لو ابوك كان راجل عدل ما كانش اتورط مع واحد زي رأفت ولا مع مرات رأفت. الله اعلم كانت علاقتهم ايه ببعض. اللي بين ابويا ولبنى كان شغل وبس. ولعلمك بقى مش ابويا اللي كان على علاقه بلبنى. امال مين اللي كان على علاقه بلبنى؟ ما تنطق. مين؟ انا. ايه؟ انا اللي كنت على علاقه بلبنى. لبنى كانت صاحبتي انا مش ابويا. استريحتي؟ تعبانة طيب؟ أجيب لك الدكتور؟ رد عليا قولي لي أنت تعبانة؟ معتز يا حبيبي مالك؟ مالك فيك إيه يا حبيبي؟ مالك؟ معتز؟ 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 صدقيني انا كنت عاوز اقولك من الاول، بس كنت خايف لا تزعلي. بس والله خلاص الموضوع ده خلص. دي صاحبتك اللي انت قلت لي انها ماتت؟ هي. يلا حبيبتي اقري من هنا لغايه هنا واحفظيه كويس عشان اسمعهولك وامليهولك علشان نلحق نراجع كل الحاجات اللي فاتتك في المدرسه. حتى بابا يا طنط عايزني ارجع البيت عشان سمر، انا خلاص هيجيلي انهيار عصبي. انا عارفه حبيبتي ان انت اكتر واحده اتبهدلتي في مشكله بابا وماما دي، بس اكيد فتره وتعدي. صدقيني يا حبيبتي وان شاء الله الدنيا هتظبط كل حاجه. انت شفتي هي بقت عامله ازاي؟ طب قولي انا كبيره واقدر استحمل، لكن اختي لسه صغيره على الكلام ده. عشان خاطري، عشان خاطري تعالي على نفسك المره دي عشان سمر اختك ورجعي البيت. لا مش هينفع، دي ضربتني
وكمان ودت بابا الاسم قدام الناس. انا بقيت بخاف منها، انا مش عارفه هي هتعمل ايه بعد كده. مش عارفه اقول لك ايه، ده حتى انا بقيتش بتسمع لي اي كلمه اقول. معلش استحملي شويه عشان خاطرنا، روحي لها وكلميها بحجه مثلا انك بتسالي على سمر. حاضر يا حبيبتي، بس على الله ما تطردنيش زي اخر مره. لا تطردك ازاي، ده بيتك زي ما هو بيتها. ان شاء الله يا حبيبتي، وكل حاجه هترجع زي الاول واحسن كمان ان شاء الله. يلا خلصتي؟ يلا علشان نتملى، علشان لو طلع صح عامله لك حاجه حلوه في المطبخ. ايه هي؟ لا لما نتملى ويطلع صح بقولك ايه؟ رز بلبن صح؟ يا شقيه. طب يلا يلا علشان نتملى بقى. ماما هي ندى ترجع انت من عند بابا؟ يعني يومين ثلاثه ان شاء الله وترجع. طب ينفع اروح لها اليومين دول؟ ما نرجع بسرعه. ويهون عليكي تسيبي مامي لوحدها؟ احنا هنرجع بسرعه بس لو احسني قوي. بس حبيبتي احنا هنرجع المدرسه من بكره، وبعدين ايه اللي يخلينا نروح بعيد بقى عن المدرسه؟ مش عايزه اروح المدرسه. ده كلام برضو، مش احنا اتفقنا مع الدكتور ان احنا هنروح المدرسه شويه صغيرين كل يوم شويه صغيرين وبعدين نكبرهم؟ طب نروح لما نرجع انا وندى. طب روحي جيبي الرز بلبن بقى من المطبخ. ازيك يا معتز؟ تمام الحمد لله. معلش اتأخرت عليك، كان عندي ميعاد مهم لازم اعمله. لا ولا يهمك مفيش مشكلة. مالك يا معتز؟ انا قلت لماما. قلت لها ايه؟ قلت لها على موضوع الوقت. طلع كل حاجة؟ مش كله، هي كمان ما سألتش في تفاصيل. مش من عادتها ان ما تسألش على تفاصيل. ما هي جالها نوبة سكر من ساعتها ما بتكلمنيش. وهي كويسه دلوقتي؟ على فكره انا ما كنتش متخيل ان كل ده ممكن يحصل. انا فجاه لقيت واحده في حياتي حاسساني طول الوقت انها بتحبني ومعجبه بيا، كان لازم احبها. وندى يا معتز، ايه اللي بينك وبينها؟ ندى مالها ندى؟ يعني قابلوا مع بعض، تمينوا تليفونات لبعض. بس انا وندى متربيين مع بعض، ده احنا في كليه واحده، ده احنا طول عمرنا زي الاخوات. بالظبط كده، احنا بس كان كل واحد فينا عنده مشاكل كتيره الفتره اللي فاتت، فكنا محتاجين حد يسمعنا، فيمكن هو ده اللي قربنا من بعض. بس احنا اخوات والمفروض ما يبقاش العلاقه اكتر من كده. معتز ندى بنتي وانت زيها. ما تتصوريش قد ايه انا مبسوط قوي ان انت جايه تزوريني. بصراحه عمري ما تخيلت ان انت ممكن تجي لي. يعني الزياره دي رفعت روحي المعنويه بقت في السماء. يا فاطمه انت ما بتتكلميش ليه؟ في حاجه؟ ما تقولي لي. قولي يا فاطمه لو في اي حاجه قوليها لي. معتز ازاي؟ انت كنت تعرف ان معتز على علاقه بلبنى؟ علاقه؟ علاقة يعني ايه؟ علاقة يعني علاقة يا عادل، علاقة. أنا كنت عارف إنه على علاقة بواحدة، بس عمري ما تخيلت إنها تبقى لبنى. صحيح شفتهم أكتر من مرة في المكتب، بس ما جاش في بالي خالص. نهار أسود يا بني، مكتب إيه؟ مكتب اللي أنا قابلتك فيه ساعة المعاينة. شفت شفت ان انا كان عندي حق اخاف على ابني منك؟ من وراك ما بيجيش غير المصايب، مش كفايه اللي حصل لي انا زمان، دلوقتي بتدور على ابنك؟ انا ما عملتش حاجه فاطمه، وبعدين ايه علاقه معتز بالموضوع ده اصلا؟ لا ولا حاجه، ولا حاجه ابدا، الواد كان على علاقه مع واحده متجوزه، اتقتلت فين؟ في مكتبك، ما فيش اي حاجه. انا مالي؟ انا اللي قلت له صاحبها. يا اخي هو كان تحت عينيك بيشتغل معاك، راقبه اهو اتورط. يعني انا عايزه افهم، هو ابني انا لوحدي ولا ابنك انت كمان؟ مش عارف انت جاي تزوريني ولا جاي تزودي عليا همي. صراحه كان لك حق تخافي عليه.
بس انا عمري ما كنت اتصور الموضوع يوصل لغايه كده. اهو وصل يا عادل. اديني بدفع الثمن. اديني في السجن حاجه ما عملتهاش خالص ولا لي اي علاقه بيها. يعني مش انت بس اللي بتعاقبيني يا فضل. الزمن كمان بيعاقبني. ايه رايك في التقرير اللي كان كاتبه؟ مالك يا فاطمه؟ في حاجه مضايقاكي؟ مفيش حاجه. مفيش حاجه. حاجه حصلت في قضيه تمنى ضايقتك؟ لا مفيش، مفيش اي حاجه. طب معتز ضايقك؟ مفيش حاجه يا حسن، معتز زي الفل، مفيش حاجه. طب خلاص ما تتعصبيش. ايه؟ صباح النور. انا رايح لبابا وبعد كده هطلع الشركه. اه وعلى فكره انا عملت تاجيل لامتحانات الران عشان ما تقوليش ان انا ما قلتلكيش. وانت مش هتصالحيني بقى ولا ايه؟ والله انا ما كان قصدي كل ده يحصل. اخر مره شفتها امتى؟ هي مين؟ انت عايزه ايه يا ماما؟ كنت معاها ليله الحادثه. وانت شاكه ان انا اللي قتلتها؟ رد عليا. لا كنتش معاها. في حاجه تاني؟ طب انا مساء الخير. مساء الخير يا فندم. أنا الدكتورة فاطمة يونس، طبيبة شرعية. أهلا وسهلا، أمور يا فندم. أهلا بيك. أنا عايزة أعمل تحليل دي أن إيه للعينة دي، تاخد وقت قد إيه؟ وفي الحقيقة دكتور شامل المسؤولة عن الدي إن إيه مش موجود، بس هي عادة بتاخد 24 ساعة. كويس جدا. حضرتك بس هتمدي لنا الاستمارة دي. احنا الغلطانين، خلصنا ليه في الشقه قبل ما يدونا عمولتنا؟ عندك حق. مساء الخير. سلم. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. اتفضلي. ماشي يا ويل، انا هتجي بقى المشوار اللي احنا اتفقنا عليه. طمني بقى حاجه. متشكر يا سميح، ما تتاخرش بس عليا. ماشي. مبسوط اني شفتك يا سلم. انا كمان. ازيك؟ يهمك تعرف مالي؟ سلمى انت عاوز ايه؟ انت اللي عاوز ايه يا وليد؟ اعمل لك ايه اكتر من كده؟ احرجت نفسي وجيت لك وعرفت بالصدفه انك مسافر، وبكلمك ليه النهار ما بتردش؟ ورغم كده جيت لك تاني مع انك ما عبرتنيش كل الفتره اللي فاتت دي. قول لي انت بقى بتعمل كده ليه وعاوز ايه؟ انت عارفه كويس انت عملت ايه؟ لو نفترض اني عملت اسوأ حاجه في الدنيا، اقعد في بيتك
نتخانق ونتصالح وحد فينا يقنع التاني. انت كدبتي عليا وصغرتيني، اقنعك بايه ولا تقنعيني بايه؟ انا مش ممكن اصغرك يا وليد، ولا ممكن يجي في بالي اني اعمل كده. انا كل اللي عملته اني حاجه اني شايفه اني من حقي ان انا اعملها. حقك انك تاخدي كلامي وترميه في البحر وتعملي اللي انت عايزاه من ورايا؟ حقك ايه بالظبط؟ فهميني وليد، انا مش جايه اتخانق، انا جايه ارجعك البيت وكل حاجه ان شاء الله بينا تتحل. ولما هي كل حاجه تتحل بينا، ابوكي جاي يهددني ليه؟ جاي حسسني انه اتفضل عليا لما وافق في الاصل ان احنا نتجوز. بابا جالك؟ سلمى انا ما بقتش قادر على كده، خلاص ما بقتش قادر. وليد انا ما اعرفش ان بابا جالك، وانا ما قلتلهوش ان هو يجيلك، ولو بابا زعلك انا متاسفه، بوعدك ده مش هيحصل تاني. وليد بتموت كل حاجه بينا. لو مكتوب لها تموت هتموت. أيوة يا بابا الحقني، أيوة أنا في البيت، أيوة في بيتي. استنيك يا بابا. ربنا يشفيك. أنت إيه اللي جابك دلوقتي؟ وداد أنا عاوز أشوف سلمى. معلش يا ابني الدكاترة مانعين عنها الزيارة دلوقتي. الولد نزل ميت، لولا ستر ربنا كانت هتروح فيها. أنا آسف جدا. آسف؟ آسف بعد إيه؟ وداد أتمنى يا ابني اللي حصل ده يخليك تشوف الأمور بشكل صحيح وتبسطش حياتك بإيدك. ماما تعالي، انت بتفضلي واقفه كده، تعالي. انت لسه شاكه ان انا اللي قتلتها وحياتك عندي ما قتلتها؟ انا عاوزك في موضوع. عادي يا معتز، عاوزك تخطبيني. بقول لك انا مش عارفه. اقعدي بس، والله ما بهزر، انا بتكلم جد فعلا، عاوزك تخطبيني. اخطب لك ايه ان شاء الله؟ واحده ماتت ولا لسه هتموت؟ ندى. ندى بنت الدكتور حسن. نهار اسود ومنيل، بقول لك ايه، انا مش ناقصه الدنيا كلها تقع على دماغي. ليه يا ماما؟ في ايه؟ انا معجب بيها فعلا وعايز اتقدم لها. انا عارف ان الظروف مش مناسبه دلوقتي، بس انا قلت اقول لك. انت معجب بيها بجد؟ اه. هي معجبه بيك؟ مش عارف. طب انت قلت لها؟ لا. طب انت ايش عرفك ان هي معجبه بيك؟ يعني اصل احنا بقالنا فتره بنتكلم في التليفون وبنتقابل والجو ده. بتتكلموا ازاي يعني؟ يعني ايه بتكلمي؟ بتكلم. ازاي يعني بتتكلموا؟ ما انت كلامك يودي في داهية. لا بتكلم زي الناس، يعني انت ما اتكلمتيش قبل كده؟ مين بقى اللي يعرف ان انتوا بتتكلموا؟ متهيألي عم حسن يعرف. متهيألك ولا متأكد؟ لا متأكد انه يعرف، اصل هو سألني وانا قلت له ان احنا زي الاخوات. اه.
اقعدي يا ماما بس، راحة فين؟ لا 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 تعالي بس. لا لا خدي يا فاطمة. راحة فين يا فاطمة؟ تعالي يا فاطمة. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم. في تحليل دي ان ايه باسم الدكتورة فاطمة يونس. جاهز يا فندم، في واحدة في الضرس بتاعك. شكرا، كتر خيرك، متشكرة قوي. اتفضلي يا فندم. اتفضلي، متشكرة جدا. جيتيني اتنين اجيب سيرتك الإصابة. شكرا. ازيك يا طنفر؟ اهلا، وحشتيني قوي. وانتي كمان. ازيك حبيبتي؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. في ايه؟ لا وحشتيني، بقالي كتير قوي ما شفتكيش. عامله ايه في الاناتومي من غيري؟ تمام الحمد لله. مينفعش اكون مربياكي وما اشوفكيش ده كله. قولي لي انتي كويسه؟ الحمد لله كويسه. وسمر كويسه؟ كويسه. بصي بقى، انا مقدره كويس قوي انتي بعدتي عني ليه الفتره اللي فاتت، بس كل اللي في دماغي ده مش حقيقي، بدليل اللي حاصل دلوقتي، مش كده؟ انا مش عارفه اقول لحضرتك ايه، لكن انا بحب امي وابويا جدا، وكنت بحب كمان بيتنا جدا، لكن ده خلاص ما بقاش موجود دلوقتي. ندى انا ماليش ذنب في اللي حصل ده، والله العظيم ماليا ذنب خالص صدقيني. وبعدين انا طنط فاطمه اللي انتي عارفاها من زمان، مفيش اي حاجه اتغيرت فيا. وبابا كمان؟ لا لا، بابا مش هو بابا بتاع زمان. على العموم انا ما طلبتش قبلك عشان اكلمك في الموضوع ده، انتي بصراحه كنتي وحشاني قوي. وبعدين انا عايزه اعزمك بكره عندي في البيت على عشاء، يعني حاجه صغيره كده. معتز هيكون موجود، وشروق وايمن، وباباكي كمان هتيجي. خلاص ان شاء الله. معتز هيزعل لو مجيتيش، هو قال لي ان هو معجب بيكي. بصراحه بقى انا انبسطت قوي. يا اختي امه ده عياله. فاطمه. ايه مالك؟ انا كويسه اهو. مفروض شويه بتساهمي ليه؟ ستي تعبانه من الشغل شويه. على فكرة أنا قلبي حاسس إن أنا هسمع خبر حلو في العشاء بتاع بكرة ده. خبر إيه؟ هو مش الدكتور حسن معزوم بكرة برضو؟ يا أختي والنبي أنت عقلك راح فين؟ أنت كمان؟ أمال أنت عاملة العشاء ده ليه؟ من غير سبب، عايزة أشوف أصحابي حبايبي يبقوا حواليا، إيه المشكلة؟ يا أختي ربنا ما يحرمكيش مننا أبدا. إن شاء الله عمري ما أتحرم منك أبدا. عايدة أنت لسه زعلانة من المعتز؟ هزعل منه ليه؟ عشان موضوع شروق. يا شيخة ده لعب عيال، أنا نسيت خلاص، وشروق نفسها نسي. وبعدين يا بنت ده من الغالي والغالي، معقول هزعل منه؟ بس ادعيله ربنا يرجع له بالسلامة. إن شاء الله هيرجعه بالسلامة. وحياتي عندك عمرك ما تزعلي منه أبدا. طب إيه، أنت هتقعدي بعد الكورس ولا هتروحي على طول؟ يعني انت جايبني قبل الكورس عشان نقعد مع بعض، عاوزني كمان اقعد معاك بعده؟ ايه الطمع اللي انت بقيت فيه ده يا ابني؟ يا ابنك ماشي يا طنط. على العموم انا طريقي هو طريق بيتك، يعني هعكسك لحد ما توصلي البيت وانت مش هتتدخلي. يعني خلاص طريقك بقى طريق بيتنا، انت عزلت خلاص مش كده؟ لا ما هي طنط فاطمه اصلها عزمتني على العشاء النهارده. عزماك؟ تصور بقى انا عزمانه كلنا. كنت ناسي الموضوع ده على فكره. يعني ايه انت مش هتروحي؟ ده انا وافقت مخصوص عشان اشوفك. هو انت مش كنت قافش مع معتز؟ بس قلت يعني اهي فرصه نلطف الجو، وكده كده طنط فاطمه اصرت اني اجي النهارده. طيب بقى انا لسه مش عارفه اذا كنت هروح ولا لا. غلستك. طب خلاص ما تزعلش، هبقى انزل شويه. شويه؟ طب خلاص ما تزعلش، خليهم شويه كتير.
على فكره الزملاء هنا بايخين جدا، بيجوا في ميعادهم مظبوط يعني، ما يدوش الواحد فرصه يركز. يركز؟ يركز في ايه بالظبط؟ ازيك يا حاجة؟ اتفضلي. اهلا يا حبيبي، ازيك يا حاجة؟ ازيك يا حاجة؟ هات عندك. ايوه يا عم هات، انت لسه هتعمل فيها زعلان. يا راجل ايه اللي انت بتعمله ده؟ يرفعها. ازيك يا هند؟ عاملة ايه حضرتك؟ الحمد لله على كل حال. انت بتجيش تزورني ليه؟ انا عارف ان من اصل، بس اعمل ايه بقى، شويه مشاكل حقيقه غيرها علي خالص. والنبي يا ابني ما انا عارفه مشاكل كل ما بتخلص ابدا دي. طب وانت ايه ناوي تخش الراوند الجايه ولا لا؟ والله مش عارف يا ايمن، موضوع ابويا ده ملخبط لي دماغي جدا، يخرج بس وبعد كده نشوف. بقول لك ايه صحيح، ايه لو عايز ترجع الشغل تاني تعالى، انا اللي بقيت ماسك كل حاجه دلوقتي. شغل ايه يا عم؟ يعني الامتحانات خلاص مش مخلي الواحد شايف قدامه. اتفضلوا السفرة جاهزة. أي الأكل جنن يا فاطمة، تسلم إيدك. لا مش انا اللي عاملاه، دي عايده اللي عامله كل حاجه، انا ساعدتها شويه. ما تبالغيش، انا اللي ساعدتها، هي اللي عملت كل حاجه. عايده من فضلك شويه كده. وانا بقى عايز حته بطايه، ويا ريت تكون من السدر. اتفضل عينيا. طنط فاطمه، هي بقى العشوه الجامده قوي دي بمناسبه ايه؟ من غير مناسبه يا استاذ احمد، انا بس فكرت ان انا اجمع كل الناس اللي انا بحبها عشان اقول لهم قد ايه انا بحب امي اللي ما اقدرش اتصور الدنيا من غير منافستها ليا. بتهيألي ما فيش ام بنتها بيحبوا بعض زينا. بحب ابني اللي انا ماليش غيره في الدنيا واللي انا عايشه بس عشانه. بحب عايده وكل اهلها وكل عيلتها، لاني انا لو كان عندي اخت ما كنتش احبها اكتر منها. بحب صاحب ابني اللي هو زي ابني بالظبط. بحب أصدقائي وولادهم عشان هما دايما بيوقفوا معايا. عايز أحسن من كده مناسبة؟ إيه هتنهب؟ لا طبعا، هو في مناسبة أعظم من كده؟ بس بقول لك إيه، ما ينفعش تحبينا كل أسبوع مرة. طب قول كل سنة مرة. إحنا كده لازم نجمعكم عندنا عشان نعرفكم قد إيه إحنا بنحبكم. مش كده يا ندى؟ آه طبعا يا بابا طبعا. ما دام كل شويه بقى في عزومه، ده احنا كده هناكل اكل. ايه العيله الغريبه دي؟ ولا انت طالع مفجوع زي مين؟ زي مين يا عمتي؟ انت هتفضحينا في وسط الناس ولا ايه؟ ولا احنا فينا من كده؟ مفجوع زي ابن خيلك. بس يا جماعه والله اللمه دي بتفكرني بقعده النادي، بقالنا كتير ما رحناش. بس في النادي كان بيبقى فيه ماما وسمر. احنا كلنا بنحبك، بس ساعات ما بنعرفش نبين. يا سلام، ده الفرابي جه قاعد معانا ولا فين؟ عيتي كده من وانتي صغيره. هو معتز كويس الحمد لله، معتز كويس، بس انا عندي شويه مشاكل في الشغل، بكره تتحل ان شاء الله.
هتكدبي عليا يا فاطمة، هتكدبي على أمك، أنت عمر مشاكل الشغل ما بتعمل فيكي كده. مالك يا مرايني بس؟ يا مامي عايزاكي تحضنيني، أنا محتاجة لحضنك يا أمي. تعالي يا قلبي تعالي، مش فاهمة، تعالي في حضن أمك. صباح الخير يا دكتورة. صباح النور. ادي ده لسكرتارية الدكتور عبد اللطيف. شور لي داز. حضرتك مش داخلة ولا ايه؟ عندي مشوار. من غيري؟ مع السلامة يا دكتور. يلا عطيه يلا. الدكتورة فاطمة يونس بره وعايزة تقابل سيادتك يا فندم. خليها تتفضل. سمعيني، شكلك كده جايبه لنا اخبار كويسه. انا اعرف مين اللي قتل لونا. كويس جدا، يا ترى بقى مين اللي قتلها؟ انا.